في زون ميكس في نص ساعتنا الثانية مع ضيوفنا نائب ياسين العيالي عن أمل وعمله، كذلك أشرف العوادي من منظمة أنا يقظ به. وصلنا اتهامات بالجملة الساعة في نص ساعة الأولى، ظهر لي رئيس الجامعة وديع الجري. أكيد أي حد نتصور يحب يتدخل من هو السيد رئيس الجامعة، وإلا أي حد تجبد، وإلا أي حد من المكتب الجامعي مرحبا به، ولو أنه كلمناهم باش يدخلوا معنا إن شاء الله في الساعة الثانية، لكن ما حبوش يدخل. اسمح لي رد وراه، قاموا بالرد كاملا، خاطر الكلام اللي نقولوا فيه احنا توا راه خرج في تقرير هيئه الرقابه الماليه، وهيئه الرقابه الماليه خرج تقرير اولي وبعثت لهم، قالت لهم اعطيني الرد نتاعكم على كل نقطه، ورجعوا الرد نتاعهم وخرج في التقرير النهائي. كل الردود نتاعهم موجوده في التقرير، فالرد نتاعهم راه موجود ومحترم، انت على صفحتك اللي منشور ونشرت بالضبط، وفيه كل التفاصيل وكل الكلام اللي نقولوا فيه وكل التهم. مش احنا نتهموا، راه راهي هيئة رقابية حكومية قام فيها خبراء، قامت بعملية تدقيق مطولة وخرج بالنتيجة ديك. راهو مش احنا اللي قاعدين نجيبوا في اتهامات، احنا فقط قاعدين نقراو في تقرير رقابي لهيئة حكومية محترمة وعندها تاريخ في العمل هذايا وبعيدة عن التجاذبات، ولا عندها لا في الكورة لا في الجمعيات لا في الجهويات. باهي، شنو حكاية الأدوية؟ الأدوية نحكي عليها، أنت تحكي عليها أنا. باهي، تو نعملوا أندو. باهي. إلقاء التقرير اللي الجامعة شريت 600 مليون دواء. منهم 250 مليون من صيدليه واحده في المحمديه، هكا في المحمديه اللي ما عندها اللي هي قريبه المقر الرابطه اللي هي الجامعه اللي هي بحذاهم. ماهوش مشكل هنا، لا مشكل، لا مشكل، خاطر تجري في الدواء، سامحني عندك فرماسي مقابلتك، ماشي المحمديه باش ناخذ الدواء اللي موجود مقابلني. مش مشكل، لا مشكل، لا 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 علاش؟ ترى مشكل وين؟ مشكل ان قيمه الادويه ضعفت 8 مرات قبل. هذا لا مشكل، اذا فسالك علاش؟ وين تصير الشبهات هي؟ انا عندي فرماسي مقابلتني، عندي 30 فرماسي في الريون دايرين بيا، نعمل 40 كيلومتر ولا 50 كيلومتر. خويا صاحبي هذاك، لا جوست ما كي تولي صاحبك، لا جوست ما كنت فماش غادي يقالوا لنا بلاي توفل ولا حاجه ولا فما كان فما اوكي ما عنديش فكره. انا تولي تربح صاحبك تاعنا مشكل، فما لازم يكون فما ابل دوفر، مش ابل دوفر، مش ابل دوفر، انا هنا نقول جوست ما تربح، ثم كوبيناج، ثم ترافيك في الحكايه، اني نمشي نربح في صاحبي. لا انت سبيك شاد الجامعه نتاع صحابك، شاد الجامعه نتاع تونسي لكره القدم، ماكش جامعه صحابك، وهذه مشكله تكون الكوبيناج هذا صاحبنا وهذا نتاعنا، ذاك الموضوع اخر تو نجيو. باهي 600 مليون هذوما وين الدوايات؟ ما فماش، قالوا اتلفت. باهي انا اتلفت الدوايات يا رسول الله، بيعطينا محضر اتلاف دوايات، نحكي ب 600 مليون راه ما فماش. وين الدوايات؟ ما فماش، محضر اتلاف ما فماش، نحكيو على جامعه ونحكيو على 600 مليون. هذا ما فماش حسب اجابتهم هما للرابور نتاع الهيئه. يعطيك الصح، معناها الهيئه قالت لهم وين الدوايات؟ قالوا لهم ما لقيناش دوايات. باهي شنو عملتوا بيه؟ اتلفناهم، اتلفناهم باهي، يعطيكم الصح، باهي نتلفوا الدواء ديجا مشكل، خاطر الدواء الدوري دي نتاعها طويله، لكن ما يسالش اتلفتوها على عيني وراسي، انتم تعرفوا سيدي، انت طبيب ابري تو خوك فرماسي تعرف، اعطيونا سيدي وين اتلفتوه. ما ثماش، ما ثماش، ما ثم حتى دليل انه الدواء هذيك ما تهزش لبلاصه اخرى، ما ثم حتى دليل انه الدواء هذيك ما خرجش عاود تباعت. عندكم تحفظات انت الفماسيل تاع المحمديه تبع لا عندنا ما نعرفهاش اصلا شكون، لا عندنا 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 تحفظات وكل شيء في وكل شيء في وقته، لكن ديجا قلتوا انتم قلتوا اللي هي تابع شقيق رئيس الجامعه تهم، لا 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 في التاتيو مش تهم، هو في التقرير مذكور اسم شخص، معناها ما عنده حتى تعليق بهاي الجريمه، لا لا في قراءه اولى على الاقل. الموضوع اللي حكيته في التاتيو ذاك موضوع اخر، الاتهامات الشقيق رئيس الجامعه مش في موضوع الادويه، في موضوع الادويه مش في هذه، مش في هذه، بس خلينا نفوت حوالي السيد المستمعين، هو علاش تصدم وجيه خو وديع وخرج عمل طاوله وكراسي وباش يقاضيني وباش يعمل، يبدو انهم في بالوش اصلا اللي عنده بحث محلول. شنو هي القصه سيدي؟ ثم في المكتب تحقيق 15 بحث ضد سي وجيه خو وديع الجري ومسير النادي في الدرجه الوطنيه، انهم عاملين شركه نتاع دواء ويهربوا في دول ليبيا، والبحث محكمه مفتوح يثبتوا هل الحكايه صحيحه ولا مش في المكتب 15. كي خرج حكايه الدوايات نتاع الجامعه، السيد القاضي قال استنى استنى استنى، ما دام فيها دوايات يطلعش منه فيه زيت ويقليه، يطلعش دوايات المختفين في الجامعه عندهم علاقه بالشركه هذه، اجيبوا لي التقرير خلينا نثبت. هذا واقع. هو علاش صدم وعمل لك الفيلم وطول لك يظهر لي ما في بالوش اصلا اللي عنده تحقيق محلول فيه هو وشريكه اللي مسير في الرابطه الوطنيه الاولى في الموضوع هذا. كان يمشي للمكتب 15 مسير، نجم نعرفوا اسمه؟ في الرابطه موجود عضو في الرابطه؟ اي عضو منتخب؟ شوف كان حنين باسمه اللي قلت لا لا عضو منتخب باش نفهموا، ولا موظف معناها باش نفهموا؟ لا لا رئيس جمعيه نادي كره قدم، رئيس نادي كره قدم. مش تقصد عضو في الرابطه؟ لا 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 جمعيه اي دونك كان يمشي يقول اسمه، تنقول اسمه، تنقول اسمه في الوقت المناسب، لانه علاش ما نقولش اسمه توا؟
تحقيق مفتوح، النجم القاضي بعد يقول ما ثم شيرة. أما التحقيق الحقيقي مفتوح في المكتب 15 يثبتوا في الوضعية هذه كانوا حالين عليه. على سميت اسم شقيق رئيس اس جي عمل كده. أنا سميتوش من اللي أنا قلت خوه هو خرج عمل طلوع كراسي من اللور راني. يخوه ما معروفين زخويتهم. هو قال حتى في ستاتيو نتاعو جاوب قال باش تلعب على النقطة هذه أنت. بالله ثم نقطة نحب نقولها. ينجم ايش كبيرة راهو الذهاب الى القضاء عمل نبيل. انا ما عندي حتى مشكل مع الانسان انه يمشي كبير. الاصل في الامور لما انسان تحس انه ظلمك تمشي القضاء وهذا عمل نبيل. اما يقول لي كانك راجل فهذا كلام فهذا انت فرماسيان يا رسول الله كانك راجل معناها شنو يحب نوريه رجوليتي معناها هذا كلام معناها انحطاط وانسفاف. انا شو نقول هو وغيره انا متنازل عن الحصانه تماما من حق من متخبي وراء حتى اي نوع من انواع الحصانه. زيدك اكثر مستعد تتخلي عليها الحصانه متخلي عليها في كل القضايا اللي يرفعها اي شخص او اي مؤسسه ضدي التزام اماني في الخلاص قاتلك تخيل عليها 10000 مره الحصانه مش تمام ما عندي حتى مشكل ما نحبش تهرب من العقاب. نعطيك حاجه ممكن نقولها لاول مره النائب لم يقول كلام تحت قبه البرلمان في القبه والجلسه معموله ما تنجمش تشكي به مهما كان الكلام تحت القبة اسم الحصانة الموضوعية. انت تمشي المحكمة تقول نحن نشكي بالنائب الفلاني خاطر وقت الجلسة من عقدة قال الكلام الفلاني يقول لك ترفض فصل في الدستور هذا ايش نعمل انا يقول لي ثم كلمة وقولوه تحت القبة وقولوه في الفيسبوك باش ينجم يشكي بيا كاني غلط باش حقه ما يضيعش. فإذا هو أو غيره عندهم يشوفوا كلامي فيه غلط ايش بيناتنا بهذا القضاء ونطمنوا هو أو غيره احنا في أمل وعمل ما تمسكوش بالحصانة ما ياخذوش حق الناس ما ظلمتك انا خلص اتحمل مسؤوليتي كامله كاني غلط ولا غلطوني اتحمل مسؤوليتي كامله ونعتذر لك من فوق ونشد الحبس نتاعي ما عندي حتى مشكل. على فكره هنا اتصلت بي ايضا سيد وجيه الجريح حبيته يوضح حكايه الادويه هذه كيف كيف ما تحصلتش عليه. باهي في موضوع ثاني نسبة لعقد الاستشاره. ايوه هذه سيت اون بير اونغولار خاطر ريتك الخيط جبد خيطه حكايه جبد حكايه. شو لقينا سيدي؟ لقينا العقد نتاع اوريدو مع الجامعه اوريدو في تونس مساغه الاتصالات نقولوا ما غير تسميوها علاش ما نسميوش علاش يا اخي يا اخي سمحت كنت تعدى بعد شويه للكاسه في اكسبريس تخلصنا خويا مش لا سمحني قول لما كنا بنكتب عشان نجيبوه ولا عدي لي بيب في اسمي. لا العقد موجود بين الفيدراسيون التونسيان دو فوتبول واريد باهي اريد في تونس الفيدراسيون في تونس في العقد ثم شركه اسمها انسايد ميديا هي اللي قامت بالعقد. علاش فاش قام العقد قيمته زي مليارات ونص قداش خذيت انسايد ميديا ما ثماش ما نعرفوش علاش تاخذ فيه انت عايش نزيدك لهنا خلينا نناقشك شويه هنا لا نكملك نحكي على العقد وبعد ندخل في نقاش العقد تسمح. الفصل 10 في العقد يقول لك هذه لازمها تقعد سريه جدا وحتى حد ما يسمع بها وحتى حد ما تخرج. علاش واخذ بها في الدراج وتعمل في عقد استشاره انت مش القصه كي تجي تشوف من بعد تلقى السيد اللي صحح من جهه اريده في العقد اتطرد من بعد من اريده هو مجموعة اخرين على خلفيه العقد هذا. كي تجي تشوف الشركه هذه انسايد ميديا شكون مولاه؟ تلقاه سي سهيل التركي. شكون سهيل التركي هذا؟ خيط جبد خيط تلقاه عامل مغرب ميديا وكل افار فيها المنتخب الوطني وفيها كوره وفيها كذا هو ماخذها وتبدا الشكوك. تلقى الشركه هذه انسايد ميديا من بعد ما اخذت العقد هذا علقوا العمل نتاعها قضيت الفلوس تاع الكونترات هذا ما نعرفوش قداش ولازم نعرفوا قداش خاطر اش خدمت هي؟ اش عملت؟ انا بلغني انه 500 مليون انا قاعد نثبت اش خدمته مو لاباس وجي لقى سي سهيل التركي هذا في كل حاجه فيها في الداخل او في البر ماخذها هو مع الجامعه وحل شركه منا وشركه من غاديك وياخذ الكونترا ويسكرها بدينا نقربوا والناس كل كلمتني حتى المختصين في الرياضه قالوا اذا كانت نجم تفرك الدوسي هذايا نتاع سهيل التركي حل الدوسي فساد كبير في الرياضه التونسيه وساهمت في تنظيف الرياضه التونسيه. انا نقول لك ممكن تخوض كم سكوب انا طلبت موعد ولقاء مع المدير العام لأريد تونس وما عنده حتى اجباريه باش يستقبلني خاطر مؤسسه خاصه معناها كان جات وزاره نمشي للوزير بحكم المهام نتاعي لكن طلبت مقابله رسميه نتاعي معاه باش نحاول نشوف لونكات اللي عملتها اريد الدوحه باش طردت الناس هذوك على خلفيه العقد هذايا خلينا نفهموها خلي يعاونونا معناها الدوحه تبدا تعبيت في بخصوص مديرين سامين في اريد تونس اللي صحح في العقد هذاك طرد بخصوص العقد هذا بخصوص هذا ما بلغ علاش شنو الاخلالات جوست انا ما عنديش الاخلالات فما فرق بين هذا البلاغ الا مؤكد لا 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 شوف انا جوست انا علاش طلب مقابله رئيس المدير العام باش تستوعب احمد باش نقول له اعطينا نسخه من لونكيت اذا كان امكن خلينا نفهم اذا كان ثم لقيتوا انتم حاجه
علاش خليوا جونغرين في الرياضه نتاعنا؟ خلي اوريو تكون رافعه الراي نتاع الحكم الرشيده ورافع انها الراي انها ما تسمحش باي نوع من انواع التداخل او الفساد. اذا انتم ترددتم علاش احنا اذا الجزء نتاعكم انتم نظفتوا روحكم؟ خلينا نظفوا روحنا حتى احنا. علاش ونطلب منه باش ما تكونش اوريو شريكه في امر ينجم يكون مخل؟ هذا نثبتوا سيتي. فاذا كان استقبلني كما قلت لك ما عنده حتى اوبليغاسيون معناها انا كنائب نجم ندز الباب على اي وزير في اي وقت، هذيك من نطاق الخدمه نتاعي. لكن هذه مؤسسه خاصه ما عندها حتى سلطه. طلبت تفضلا اذا كان يحب يستقبلني او يحب يتراسل معايا ولا كان عنده محامي خلينا نشوف الموضوع هذا. كمل نبني على كلام ياسين فيما يخص المزودين اون جينيرال. احنا في القضيه اللي رفعناها في ازياء المنتخب الوطني اللي لاحظناه انه الجامعه دخلت من اجل انها تحول صيغه عقد تجاري قيمته 850,000 دينار مع المستشهر نتاعهم تاع الازياء وقالت راهي جايه في شكل هبه. الرفض تم على اساس انه لا يا جماعه هذا مش هبه، هذا عقد تجاري لا يخضع الى الاعفاء الجبائي. اش تعمل الجامعه؟ تمشي تتجاوز وزاره الشباب والرياضه، تمشي للديوان التونسي من اجل الحصول على الاعفاء الجبائي للمشغل هذا وتحصلت عليه بطرق ملتويه. وذاك علاش احنا رافعين التقرير هذا. وكلمه ملتويه هو تقرير الكلمة استعملها تقرير وزارة الرياضة في الموضوع هذا. اش معناها ملتوي؟ معناها هما التوام ما يعرفوش هذيك اش رافعين القضية. احنا كيفاش؟ دونك أنت فما العادي أنه فما لجنة تلتئم وهي تقدم الإعفاء ولا الامتياز تاع الإعفاء الجبائي هذايا، رفضت لك الإعفاء، قالت لك ما نعطيكش ما تسحقش خاطر عقد تجاري. يا أخي تحصلوا الأكثر من هكا سوء النية تاع الجامعة أنه وقت اللي مشى وزارة المالية وفاتوا وزارة الشباب والرياضة عطاوا فاتورة ثانية. دونك يجيو يشوفوا يلقاو زوز أرقام تاع فاتورات مختلفين. فبالتالي الاشكال عندي انا ديما هو في المزودين، نزيدوا عليها ماتش وورد مثلا اللي هو الشركه اللي تنظم في مباريات وديه تاع المنتخب، لحد اللحظه هذه ما نعرفوا حتى شيء، الاسم اللي ذكروا ياسين تو نلقاه يتكرر مره اخرى في ماتش وورد وتنفيذ ولا خلينا نقولوا المارشي نتاع تنظيم مقابلات التحضيريه لكاس العالم، فديما كل ما نلقاه فما مزود في تقرير ثاني مش اللي نشرناه. تقرير ثاني ايش يقولوا راهو رغم كفاءة أعضاء المكتب الجامعي إلا لاحظنا أنه سهو في إزداء الصفقات والصفقات مشيت الناس ما يسحقوهمش. هذيك وزارة المالية أنه ما فماش في الجامعة سنة واضحة متاع طلب العروض متاع الاستشارات. وقت اللي هو مشيش نحكيه على الفارماسي نتاع المحمدية كان عملت استشارة انت على الأقل خاطر الأدوية سعرها واحد معناها مسعرة كيف كابت الدواء وين غادي كيف كيف عملت شي استشارة علاش هذوما كلهم حاجات ماهوش موجودين. فبالتالي كي نحكيو على الحاجات هذوما راهو السيد وديع الجاري ونتمنى الكرونيكور المرة الجاية معناها يكونوا مطلعين أكثر انه ما تجيش تقول لي هاو الوثائق، وثائق تقرا فيها انت، نجم يكون مصور ميكي ماوس ويلو المصلين وش عنده الوثائق اللي حكاها وديع الجري كل ويلو المصلين يجي يحكي لك نص حكايه غلط في الناس وكي تحصل يقول لك انا خاطرني من هنا وانت خاطر ليه وخاطر فما فرق بين انك انت بعد تقرير الرقابه تجي نحل الوكيل الجمهوريه حكايه وانه اعطوني توصيات وقالوا لي حسن حكايه اخرى مختلفين خاطر الزوز صاروا في الحاجات اللي تنجم تتحسن قالوا لك حسن وهاو شو لازمك تعمل وفي الجرائم فما في التقرير الاولاني قال لك راهو اكثر حتى نص الحاله وفي الثاني هو من العادي تبدا فما اخلالات ما عادش قانونيه شكون عنده فكره في منكم تبدا فما اخلالات شنو يصير بعد التقرير هذا؟ قضيه تقرير الجريمه ولا يجتمع كيفها يقول لك الحكايه ما مشاتش للمحكمه لا مشيت ورقدت كنت نحكي لك انا من الاول مشيت للمحكمه ورقدت من 2017 الدوسي رقد شكون نجم يتحرك؟ شكون نجم يتحرك وديع الجريمه؟ علاش قلت لك انا طلبت من السيد وزير العدل انه كلف تفقدي معقول من 2017 قضيه رقده؟ بالك حبيت نناقشك ما خليش نقص عليك في موضوع الشركه الوسيط نجم يقول لك انا عندي شركه نتعامل معاها جيب لي هي عقود استشهار وتاخذ بورسنتاج نتاعي لا جوستومون بورسنتاج قداش؟ مقابل ايش؟ علاش كان في العقد هذا؟ علاش كان الشركه هذه؟ عملتها بيت دوفرنت قلت شكون يجيب لي عقد استشهار حليت ظروف استشرت شركات اخرين علاش ديما الشخص هذايا؟ علاش ديما سهيل الترك هذايا وين نمشيو نلقاوه في كل اللي تعمل فيه انت الكل؟ قانونيا لازم يكون بيت دوفر هذا السؤال المطروح واي نجم يقول لك انا حتى ما يمنعني نجم نمشي اكس ولا ايكريك فما رد سابق سيد الجري واللي تراجع عليه قال انا خويا مش خاضع للدوله التونسيه ومانيش هيكل عمومي وما نعملش كل حب هي مش صحيحه وهو تراجع عليها وقال لا وغيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اخي الجامعه التونسيه تولدت مواضيع الجري ما هو عندها تو قبل بن علي يقول لك ما تاخذ كان شركه عموميه المستشهر ديما يكون شركه عموميه كان فرضها وما عندوش موجب قانوني به اسكو هو اول عقد ما الجامعه صحت عقود اخرى بالضبط وغيره معناها من العقود لكن ديما عقود سيد وديع الجري كما بث
اللايف وقتها وحقوق البث نتاع الانترنت والستريمينغ صار فيها بوليميك، الازياء صار فيها بوليميك، فبالتالي معناها قانونيا لازم يكون فما ابل دوفر هكا. علاش قتل وزاره الماليه؟ واضح. قتل لازم تعمل استشاره وتلعب عروض هذوما اللي هو مش خلصتها. يا اخي سامحني، عقد زوموز مليارات ونص، شنو المانع كي حطيناه نقولوا قداش خلصت؟ خلينا نفهم علاش. او وين نجم يكون الشك هو؟ نجم تكون شبهات اللي يبحث في قضيه تحقيق. هو مش محطوط قداش خلصت. جوستما وحاطين في البند العاشر كما قلت لك نشرتها الاتفاقيه سريه جدا، وما يلزمكش تخرجها الا بعد عامين، وحتى حد ما يخرجها الا نفقوا على زوز. يا اخي تبيع في الدولار وتعمل في عقد استشهار. واضح. في الامر هذيك اللونجل اللي نخدم عليه تو. وراه شوف الحكايه تجي افيرا ميجور، لما قلت باش نخدم على وديع الجريء ما عندك كما قلت لك ما عندك حتى فكره قداش عباد تجيب لي في ملفات وكدست الملفات وزيني نفرس تو، معناها عندي مشكله نتاع الفرز. لكن احنا مربوطين باجال، اجال انطلاق البطوله. لازم نلقاو حل للهلال الشابه قبل ما كنت قعدت مع الوزير هل حكيتوا في الموضوع هذا وشنو حكيتوا في شنو حكيتوا مع الوزير بالضبط؟ اش حكينا مع الوزير؟ الوزير منزعج جدا جدا من اللي صار للهلال الشابه، ويرى فيه هدد في الامن في السلم الاهلي وفي الامن القومي. وحكينا الجامعه راهي تسير من المكتب بتفويض مرفق الجامعه قانونا مرفق عمومي يفوض الوزير المكتب الجامعي تسير فيه، لكن في الاصل هو مرفق عمومي. وقرار تجميد هذه الشابه اخذاه المكتب الجامعي وهو ليس من حقه. المكتب الجامعي ياخذ فقط قرار تجميد مؤقت. الوحيد اللي نجم ياخذ قرار تجميد نهائي هي الجلسه العامه للانديه. باهي لهنا في مارس الماضي في الجلسه العامه الاخيره للجامعه صار تنقيح للقوانين. اصبح المكتب الجامعي من حقه يبدل القوانين الكل وهك، وهذا ما صوت له عليه الانديه كما يحب هو من غير ما يستنى موافقه الانديه. هذاك باب فساد، اما توا بالقانون الموجود توا اليوم ما نجمش يجمد نهائيا. نقح القانون كيفاش القانون الموجود؟ سامحني، القانون الموجود توا ممنوع عليه باش يجمد نهائيا الا بالجلسه العامه. انا هالكلام هذايا قلت لك مانيش انا مختص في القانون الرياضي، السيد وزير هو قبل ما يكون وزير هو يقرر في القانون الرياضي في الجامعه. فاش يعملوا توا؟ باش يبعثوا مراسله الى الجامعه يقول لها تدعو للجنه الجلسه العامه تاع الانديه باش هي تنظر في قرار النهائي للتجميد. اذا التزمت الجامعه بهذا تولي مصيرها للشابه ما عادش عند المكتب الجامعي. موجود قدام الانديه الرياضيه، ولا اتصور رياضي واحد في تونس مهما كان مستواه مهما كان عمره مهما كان جهه معاه يرضى بهذا الظلم. الوزير قادر انه يبعث للجامعه اللي قلت عليه بطبيعه. علاش انا لحظه خاطر هنا نقطه استفهام، كي تشوف وزير يهبط بلاغ على صفحته مسانده لدرك بوشماوي وبعد يتنحى من غدوه وحسب المعلومات اللي عنده جاته ضغوطات من اعلى مستوى في الدوله باش تنحى، دونك ماهوش قادر يتخذ مثل هذه الحاجات. وخاصه نعطيك الوزاره براسين اليوم فما خلاف كبير صار في قلب الوزاره بين الوزير وبين كتبه الدوله. خلاف عادي والوزير اعلى درجه قررت تمشي باش نكون واضحين. هذا من ناحيه هم متفاهمين، اما هل انه قادر معناها يلزم ان اكد لك المراسله هي خرجت نهار الجمعه تخرج نهار الاثنين الصباح. انا خفيف رايي كما سليم لانه غير قادر انه يخرج المراسله. لا لا شادي خرج نكذب خاطر نعرف حتى البوليغ نتاع المساند نعرف حتى شكون قال له نحيه معناها معناتها من اعلى سلطه في الدوله جات ديسيزيون معناها. هذا جوست هذا رجعنا للنقطه اللي شكون السي وديع هذا باش ينجم يفرض على وزير. هنا الامور وصلت الى درجه انه اليوم يا السلم الاجتماعي يا العداله وتنظيف الكوره يا الامبراطور هذا سي وديع لغى الحكم بامره. وقلت لك علاش قلت لك غلطه الشاب سي لافود دو ترو، الغلطه الزايده التبريبه الزايده، لانه وصل لعمل راي عام محتقن واجبر اهل السياسه على التدخل. لانه المشكله تو ما عادش ماتش كوره ولا بيلانتي، ولا عندي سلم اهلي وظلم مسلط على جهه كامله 30,000 ساكن. فالامر هنا تبدل الكاليبر. الاخر يتعارك هو ابو شماوي يكلم مدري شكون ووديع كلم مدري شكون، قاعده في سلك المغلق. اليوم اصبح امر مشكله نتاع امن قومي تونسي. لليوم الكيسات مسكره. اليوم جوستما ولا يمكن استمر هذا. واذا كما قلت لك لو كان سي وديع يركب راسه وما ما يدعوش للجلسه العامه، تعرف عمل وقتها؟ خذا الحبل الذي ربط به نفسه، لانه وقتها لما الوزير يطبق الفصل 21 من قانون عدد 11 سنه 1995 ايش يقول القانون هذا باش للساده المستمعين؟ يمكن للوزير المكلف للرياضه انه يحل المكتب الجامعي او يعفي احد اعضائه اذا بان سوء تصرف. لهنا محدد بالفيفا. لا جوستما نفس الحكايه صارت في الكويت تقريبا صح على الاتحاد الكويتي احنا كمان لكم بعد ما يصير جواب. والاتحاد المصري زاد 2018 تحلوا ما يخرجوش من الفيفا. خاطر جوستمون الدوسي نتاعك ايش فيه؟
يا اخي 2018 حل المكتب الجامعي في مصر عادي جدا، مخاول مصر تلعب في الفيفا مثل ما حتى مشكل. جوستما لما يرفض تطبيق القانون يصبح ذلك مبررا قدام الفيفا، ها سيدي عندنا الوضع الصحي، عندنا تقرير الرقابه، عندنا كذا، وعندنا انسان يهدد في السلم الاهلي برفضه للتعاطي مع القانون ويصبح الوزير وقتها ولا السلطه السياسيه في حلم الارتباطات مع الفيفا. وانا قلت له، انا مش قلت له، انا طلبت منه رسميا وكتابيا، لا يا اخي ما تحلش المكتب الجامعي، العضو هذاك فقط الرئيس اللي تسبب بهذا وهذا 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 وهذا، هذاك نعفيه ولا نجمدوه، ويتكلف النائب نتاعو بالتسيير حتى ينظموا الامور نتاعه، ما نشحل المكتب الجامعي كما قلت لك. هذه خوفينا بالفيفا. دونك تاكد لنا اثنين الوزير باش يبعث في المكتب الجامعي. هذا هذا اش حكيت معه؟ انا الوزير انا اكد لك شيران العكس. شوف انا اكد لك اللي السلطه السياسيه في تونس اليوم في شخص الوزير فاهم اللي المشكل حقيقي واللي عندنا مشكل امني واهلي في تونس، واني ثم مخرج قانوني للموضوع. اذا مخرج قانوني لا رابح ولا مربوح، راه ثم خاص يكون خاسر يكون مخسر، هذا قانون باش يطلبوا منه تطبيق القانون. اذا الجلسه العامه طيح الى الشاب صح وفرح، هذاك القانون صح وفرح، اما اليوم سيدعوه الى تطبيق. وكان ترجع انت للصفحه نتاع وزاره الشباب والرياضه الصفحه الرسميه، هبط هو الصوره نتاع اللقاء وقال انه مستعمل فصل 15 وجدك بصدق زاد. انا لما خرجت معاه وانا نحكي معاه قلت له هل نخرج ونقول للناس كنا نحكي تو ولا نخليك حتى تعمل؟ خاطر كي نقعد في لقاء ثم حاجه تقولهم نجموا نقولهم ولا ما نجموش نقولهم؟ قال لي لا، اذا حكيت فصل 15 تنجم تبشر الاهالي الشابه اللي ثم امكانيه وسنسعى بكل ما نقدر باش المشكله هذه يتحل تونسي تونسي قانوني قانوني. اشرف هنا نجم يعملها الوزير خاطر حسب المعلومات اللي عندي ايامه معدوده في الوزاره. دخلنا باش يصير تحويل خاطر الوزير قريبا. لا اذا كان انت رياضي وانا نايب انت في بالك في باليش، انا عندي مشكل، انا مقصر. انا سمعت انه معناها انه ماهوش مطور برشا في الوزاره. تولي حاجه باهيه وقتها. اذا كان معاش عنده ما يخسر وعارف روحه بالشهر هذا نجم دونك ينجم تعرف شنو ينجم يعمل هكاك مع السنه 15 يضرب 21 بالفصل 21 ديريكت ويحضر الدوسي نتاعو ويهزوا الفيفا. جوست لو بوان داخل نفركوا حكايه الفيفا هذايا فرد مره، خاطر للاسف كالعاده السيد وديع الجيري ديما يحكي شتر الحكايه. حكايه الجلسه العامه وحمايته من القوى العامه في الجلسه العامه لا ما هي صحيحه. نهارتها فما ندوه نتاع وزاره الداخليه وللاسف فما ابواق اعلاميه تابعه سيد وديع الجري قالت القوه العامه تتنقل لحمايه الجلسه العامه، ما فيهاش منها الحكايه صحيحه. المراسله تاع الفيفا اللي استشهد بها العام وقال راهو انا راهو للتاريخ الفيفا ارسلت مراسله اولى شديده اللهجه والكناس جاوبتها وفسرت لها المؤاخذات القانونيه وتركيبه الكناس واللي فيها قضاه وغيره، والفيفا راهي تراجعت. ثالث حاجه راهو الفيفا اليوم شبهات الفساد اللي تلاحقها راهي بتتبرى من كل عبد مشبوه. هذه نفهموا فيها، دونك الفيفا ماهيش صحيحه لو انت والدوسي نتاعك. ثالث نقطه الجلسه العامه، الجلسه العامه راهي محل اليوم القديمه مطعون فيها والحاليه احنا رانا رافعين فيها قضيه واحدة لولانية قضية استعجالية من أجل إيقاف التنفيذ، والثاني طاعنين في مخرجاتها ولحد اللحظة هذه مخرجاتها تعتبر معلقة لحد البت فيها. فبالتالي اليوم رجاء المحكمة الإدارية باش ترفع الحرج على الناس الكل، احكم لي ما عندي قضية، يا قل لي جلسة عامة هذه نافذة ولا ماهيش نافذة. فبالتالي بالنسبة للسيد وديع الجري راهو بالطبيعة كي تخرج وتحكي وحدك راهو باش تجد على الناس اللي أنت تقول في الحقيقة، أما راهو بالقانون. ها اليوم قدمنا قلنا كلام ومساعدين زاد ننشروا الكلام هذا الكل بالوثائق نتاعو، لكن السيد وديع الجري راهو في موقف حسب رأي قانوني ضعيف برشا 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 على مستوى الحوكمة والفساد، على مستوى حتى التسيير تاع الجامعة، وكذلك على مستوى الاخلاقيات اللي عندهم عليها. ناول مواضيع اخرى اللقاء مع الوزير ولا؟ ناول اكيد عديد من المواضيع. نستسمحك في 10 دقائق، تزيدني محتفهمها في ساعه الحقيقه الربع. ايوه. نستسمحك في 10 دقائق بعد الربع تجاوبني شنو تناول اللقاء وشويه اسئله اخرى. باهي على ذمه سيدي.